اسمي بيسان غندورة، صف الرابع. البابا استشهد من زمان وأنا مرضاني، بدي بس أمنياتي إني أتعالج وصير مثل رفقاتي وصير دكتورة عالج الأطفال، وحب أطعمي حمامات وألعب معهم وأرسم. أبوه استشهد بال2012 وصار في معه مرض في جسمه، والمرض كان صغير وتكبر شوي شوي وصار معه كتل. عملنا له عملية كتلي وزادت الكتل، وأخذنا على دكتور 2 3 5 10، والحمد لله الله أنعمنا. واحدة بعتنا على تركيا، لما رحنا على تركيا أخذتها أمه أكثر من بدي 3 أشهر، وقال يا أخي ما بيصير أي عمل جراحي لحتى ما صير لحتى يعني سني منيحة بعد فوق 10. ايه والحمد لله اجيت ورحنا على دكتور 2، حتى بعد ما جينا يعني طالبين من اي جهة ان شاء الله الله يشفيها، ومريد من الله الله يشفيها ويسويها بكافي الزملاء اللي تمشي معهم. طبعا الطفل بيسان غندورة بعد فحصه تبين انه في معه وحمه صباغيه ولاديه منتشره في معظم الجزء وباقي الاجزاء، بالاضافه الى وزمات مرافقه للامر. هذا المرض بده علاج، طبعا ما في له علاج في مناطقنا هون في هالمناطق عنا، وممكن يتحول لورم سرطاني لامور ثانيه.